تسيبني انا حموده وتروح تتجوز واحد تاني. فيمكن ابوها الزنان هرش ودنا، ما انت عارفه نتن القرش امه وابوه. فعلا يا ناس، الاناء ينضح بما فيه. صح، هو الاناء ده سبب بوظان الجوازه. بس انا عايز اقول لك عم مفتاح، انا الاناء بتاعي احسن من الاناء بتاع الراجل اللي راح اتجوزه ده، عشان الاناء بتاعه معروف يعني. يا سلام يا اخويا، ما يمكن الاناء بتاعك سمول واناؤه يخسلارش. لا يا اسطى مفتاح، انا انائي معروف، انائي معروف على مستوى المنطقه كلها معروف يعني انائي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شغلوه ما ترد السلام عم مفتاح، ده انا حتى بحبك. كمان انا برضو، انا مالي ها. طالما بقى جبت من الاخر يبقى نخش في المفيد. انا عاوز اتجوز كريم، وامي محوشالي قرشين هلم نفسي بيهم. دي بنت يا شرنوبي، عايزنا ارميها كده؟ دي بنت يا ناس، دي بنت يا ناس، ارميها. وبعدين تعالى قول لي، انت هتعيشها فين؟ فوق السطوح مع امك؟ يا منجي نجي، ده ما عندش طيار. عندك حق. وليه الغلط ده بقى؟ فلوس. انا عارف، عارف انك انت بتحب بنتي، وعارف ان بنت بنت الكلب عاوزاك، لكن دي بنت يا ناس، دي بنت يا ناس، ارميها. شنوبي انا موافق، بس على شرط. مهر بنتي 20 من النوك العصافير، وليا 10 من الدواري الحسين. انا عاوز اتجوز كريمه مش عبله. خلاص احولها لك لمصر، مهرها 20,000 جنيه، ولمؤاخذه شبكتها 5,000 جنيه، واوضه تسكن فيها لوحدها مش مع امك وبكده، يبقى ما فيهاش غنانة. ألف مبروك. حمودة، ما تبخ بقي كده، هو أنا هدي عمك مفتاح. أحسن يكون الكلام صحيح. الإناء بتاعه أحسن من الإناء بتاعي؟ لا، بس أنا واثق في الإناء بتاعي، ده حتى نازل على النت. لا أنا زي الفل، الإناء جامد بتاعي. لا ده الواد ضرب خلاص. ماشي يا عم مفتاح، أنا هثبت لك إن أنا عنتر ابن شداد، وهجهز لك مهر عابلة. ما نشوف أفلح الصدق. دي بنت يا ناس، دي بنت يا عالم، ارميها. اعوذ بالله من غضب الله. انزل بالشايب يا لولو، ومعاك الليل بطوله. يا عم صايب ايه، ارحم امي بقى، احنا بنلعب دومنا مش قدسينا. ودي بتتلعب ازاي دي؟ بعتنا نجيب الظهر. الالا ايوه دوشه، غيرني الحجر. مش لما تطلب شيشه الاول يا عم؟ ما تفصلنيش يا غرع انت، هات لي شيشه عليها حجر خلصان، وغير لي الحجر وحط لي ولعه. صبرنا يا رب. بصره، انا حق بنتي لازم اجيبه، وهجيبه من عين التخين ولا يهمني. زلطه تعال عايزك. حاضر يا رفيق. اه رفيق جو، رحمني من صوت الاهله. متروق ابو ميرفت، اللي حصل حصل وكله اسمه ونصيب. انا شكلي بقى وحش قوي قدام رجاله الحاره، اودي وش منهم فين؟ بص يا اسطى، الحاره كلها لازم تتفرج عليك وانت بتاخد حق بنتك. طب ارجع لك نار صبحيات، ده عمل البط سمر. عندك حق يا زلطه، ولا ساعتين زمن تجمع لي فيهم شباب الحته عشان يجيبوا حق البنت بنتي، وانا بقى هبعت اجيب الولد طلقها هنا ونديله العلقه الصح. ولا الحته ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ ازاي يا عمونا ما تقولش كده، انا هروح حالا اجيب شرنوبي وحموده وماندو وبندو والرجاله كلهم واظبط معاهم. جدع يا خرس، ولا دوسه عايزينا. لا ابوس ايدك، بلاش دوشه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا عم فايق. طمن يا عم فايق، كله تحت السيطره. المهم انت جاهز؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. هو مثل ايه؟ الحرب خدعه يا عم، اوعى وشي. عايز ايه انت وهو؟ احنا مش في لسه خلاص. هي دي منطقتنا ولا منطقتهم؟ انا هوصل اشوف الفئ واجيبك. اثبت منك ليه يا والله؟ ولا منك ليه؟ انا بقى عايز حق ميرفت. وانت مين يا بنت هادي اللي تتكلم انت؟ ده اللي كان ماشي مع ميرفت قبل ما تتجوزها. هو ده جوز ميرفت؟ اخص عليك يا ميرفت. فوقوا عشان تلاقي اللي لعبوا فيه.
قبليها في جهنم ما تستعجليش. بص الف سلام عليك. الف سلام عليك. هلا انت جيت يا حماري، انت جيت يا سبعي، انت جيت يا جملي. مين اللي كسر عينك يا دنايا؟ كسر عين مين يا زيت؟ ده هو الطحن ده كان ولا بروسل في القبضه المميته، بس هو طالع على السلم اتكعبل على عينيه. بص بقول لك ايه يا اما، اشتري صحيتك. ما ينفعش قصتها حبيبي. يا خفه وبيقدمي في موجة كوميدي. داك موجة لما تشيلك وتهبدك انت واللهبه اللي في ايدك ده. بذمتك يا زلط دي شكل اب بصراحه؟ لا استريح استريح بقى، اخت الجوازه خلاص باظت ومش عارف اعمل ايه مع مفتاح. لا 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 ادم الكلام دخل في الكلام العائلي ده هسيبكم انتوا، ده اسرار بيوت وبحكي له انت على القهوه. ها الف سلام عليك يا سرنوبي. ايه يا حبيبي مالك يا دنايا؟ تعبان تعبان قوي يا ابا. سلامتك بتاعك والله، انت صعبان عليا لا جوازه ولا شغل. تقول يا بلطش معايا يا ابا، لا انا عارف اقابل يا هدم وحقق حلمي، ولا انا عارف اتجوز البنت اللي انا بحبها. ابا نعم يا حبيبي نعم. انت مخبياهم فين يا ابا؟ هما ايه يا دنايا؟ الغوايج بتوعك. نعم يا روح امك. بقول لك ايه، ما تعملهمش عليا. ابويا قال لي قبل ما يموت انا سايب لك دهب شروب. ابوك قال لك كده الواطي من الواطيه؟ بس انا بقابله. بقول لك ايه، ماليش فيه الطفل، انت مع ابويا. وبعدين انا ابنك، ابنك الوحيد، وانت امي الوحيده. انت ست الحبايب، ست الحبايب يا سنه يا سني يا أغلى من أبويا وعمي. يا سني يا ربي خليكي يا أمي. يا سني يا سني يا سني. بس يا ولد أنا كده عايب عايب خلاص أروح. حبيبي يا دنيا أنت أغلى أملي ويمنايا أنت، وتقول يا ماما يا قلبي ماما. خلاص يا حبيبي هدي لك الغوايز، بس الاول شرط اخره نور. هتمضي لي على وصال امانه وتبصم لي ايد ورجل. اصل كارتخيش وش، اصل كارتخيش وش. لو ابويا غصبني على العريس ده لو ولع في نفسي. بلاش جنان يا بت. بقولك ايه، انت تعملي اللي هقولك عليه بالحرف الواعي. تعالى ما اقولك. قولي يا خالتي، انا من ايدك دي لايدك دي. انت اول حاجه تعمليها تنزلي من هنا على السوق دغري تشتري لي 2 كيلو بتنجان عرايس وترجعي بسرعه، عشان رجلي يا اختي بتوجعني، لا اقدر اطلع السلم ولا انزل من السلم. ولما ترجعي هحللك مشكلتك السودا دي. صبرني يا رب. عرايس يا بيت اوعي تنسي، اوعي تجيبهم بايظين لارجعك بيهم تاني. ده تكميله انت وابوك لو طمني عيله زباله. لا بقى يا رب، ما باليد حيله، لازم تصحى يرحمك. ايه ده؟ الحقيني يابا الحقيني يابا.